مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. بعد كل حادثة إرهابية بتضرب أمن واستقرار البلد، كتير من الناس كلنا بنطلع نتكلم ونقول إحنا محتاجين حاجة تحصل، القانون يتغير، تعديلات تتم عليه، أو قانون جديد ينقذنا من طول مدة المحاكمات والفترات الطويلة اللي بنشوفها، تدي لرجال الأمن السلطة الأكبر في التعامل مع الإرهابيين، تمنع حتى فوضى الإشاعات والأخبار المغلوطة والسموم اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون الإرهاب، صدق على هذا القانون بعد فترة شد وجذب، وكثير من المواد كان البعض متخوف منها، خاصة المواد اللي ليها علاقة بحرية الصحافة والإعلام اللي هي المادة 35 واللي سبق واعترضت عليها نقابة الصحفيين. الحقيقة مش هنتكلم على المادة دي في حد ذاتها، لكن أهم المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، أهميتها، الآثار المترتبة عليها، هل هتطبق على الناس اللي بتتحاكم دلوقتي على القضايا المنظورة أمام القضاء، إزاي هتؤدي أو هتساعد رجال الشرطة والجيش في التصدي للعمليات الإرهابية. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا اللي برحب بيهم. برحب بسيادة اللواء سلامة الجهري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقا. مساء الخير يا سيادة اللواء، أهلا وسهلا. وسيادة العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية. مساء الخير يا سيادة العميد، أهلا وسهلا بك يا فندم. في الأول سيادة اللواء، يعني نظرة عامة كده على القانون، القانون ازاي هيساعدنا في مواجهه الارهاب قبل ما ندخل لتفاصيل المواد؟ يا رئيس حضرتك، القانون من وجهه نظري كان يجب الا يتاخر عن ذلك. ده يعني اعتبر انه صادر في هذا التوقيت في الوقت المناسب في ظل تداعيات الجماعات الارهابيه وما تقوم به التنظيم الدولي للاخوان وما يحدث داخل البلد من محاولات لاثبات الذات. من وجهه نظر ان القانون بوجه عام هو حضرتك هيؤدي الغرض اللي من أجله اللي هيتم بتر العمليات الإرهابية، خاصة أنه حمى القائمين بمكافحة الإرهاب، ودي مهمة جدا عشان ما حصلش أن أنا أقاوم النهاردة أو أن أنا أؤدي بعمل أدرى الخطر عني ثم بعد كده ألاقي نفسي بتحاسب. فده حمى القائمين بمكافحة الإرهاب من القوات المسلحة ومن الشرطة، وده بند مهم جدا في القانون. الحاجة الثانية برضو اللي شايفها اللي هي تخصيص دوائر لنظر العمليات الإرهابية سواء الجنائية في محكمة الجنايات وبرضه في المحاكم الابتدائية للجنح الخاصة بالإرهاب ومع سرعة الإنجاز. ده حضرتك أنا بقول ده أهم فقرتين في الداخل، اللي هو الإنجاز وتخصيص دوائر خاصة بالإرهاب وحماية القائمين بالإرهاب. وبعدين القانون صنف كل صغيرة وكبيرة، كل من اشترك وكل من مول وكل من ساهم وأخفى. يعني أنا شايف القانون ما سابش أي ثغرة لأي حد يفلت من المشاركة في العمليات الإرهابية أو التستر أو عدم الإبلاغ. أنا شايف أن القانون شمل كل شيء لحماية البلد وأمن الوطن بتاع البلد وجه عام. في النقطة المتعلقة أو المادة المتعلقة هو البعض بيسميها كده إطلاق يد الرجال الشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب، وهنا الحقوقيين بيصطدموا بهذه المادة وبيقول دي ضد الحريات والكلام ده. وخليني برضه أقول للسادة المشاهدين عشان يعرفوا معانا نص المادة بالظبط، هي مادة 8: لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أيوه أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كل مدى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر. وقال حضرتك رجال القوات المسلحة، رجال القوات المسلحة دايما بيدرعوا الإرهاب على الحدود وعلى الحدود المتخمة للدول المتخمة لنا، وقال ورجال الشرطة القائمين أو الموجودين بمكافحة الإرهاب. هو ما أطلقش رجال الشرطة بعمومياتها، القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بس هو اللي بيشتغل في مكافحة الإرهاب، ولكن ما أطلقش يد رجال الشرطة بالكامل. هل عبارة بالقدر الكافي لدفع الخطر دي يعني حاجة يعني كده هو وصفها أو حددها؟ يعني طال حياتك بالقدر الكافي، لأن قبل كده حصل انفلات وحصل، احنا خدنا الدرس مما حصل قبل كده في مهاجمة السجون ومهاجمة الأقسام الشرطة، ان كله كان خايف يدرى الخطر عنه، وده كان المفروض هو في قانون الشرطة في قانون القوات المسلحة حماية أي منشأة. وان النهاردة أي حد بيحاول يقتحم، ده مش جديد، احنا شايفينها في عندنا في المهام العسكرية والمهام بتاعتنا، ان أي حد بيحاول يقتحم المنشأة
او الوحده العسكريه او الهدف الاهم الموجود ان المفروض بيتم التعامل معاه فورا بحمايه الشرطه والقوات المسلحه واطلاق النار لو ادى الامر لذلك. طب هو قواعد استخدام السلاح هل دي هتصطدم بهذه الماده ولا ده هيكون ليهم وضعيه خاصه؟ هو قال حضرتك في درء الخطر. يعني راجل الشرطه الاول النهارده وراجل القوات المسلحه مش هيستخدم السلاح، ولكن درء خطر، شفت ان في اطلاق نار عليا، شفت ان انا مهدد ان انا اموت، يبقى انا في خطر عليا، يبقى القدر الكافي اللي انا ادرى الخطر عني ان انا مش هبيد. يعني فصلت النهارده ان في بنحللها المشاهد ان في 10 بيتعاملوا معايا النهارده باطلاق النيران عليا، ولقيت في واحد بيضرب وقدرت ان انا اصيب اللي بيطلق النيران ده، يبقى انا الباقي مش هقدر ان انا اموت الباقي وان انا اتعامل باطلاق النيران، ولكن في 10 بيهاجموا عليا، في واحد معاهم سلاح هو ده اللي بدا يطلق وصاب حد من رجالي، فيبقى انا هتعامل مع اللي معاه السلاح، الباقي يبقى انا كده درأت الخطر بالقدر الكافي ان انا تعاملت مع هو مع من هو يحمل السلاح. الباقي مش لازم اتعامل معاه ان انا هأبيد او هضربه، لا انا هحاول النهارده ان انا امنع الخطر واحاول القي القبض عليهم بدون ان انا اتعامل معاهم بضرب النار. طيب برضو في بعض المواد هنرجع نتكلم فيها بالتفصيل، لكن برضو سياده العميد في الاول كده نظره سريعه على القانون شفته ازاي والمواد برضو اللي وقفت عندها يا فندم. يعني شفته الحقيقه ان احنا بالفعل وصلنا الى لحظه نحتاج الى هذا القانون، نحتاج الى قانون مكمل للقانون الكيانات الارهابيه، ويمكن قانون الكيانات الإرهابية سبق هذا القانون. صحيح. ونعتبر هذا القانون الذي نحن بصدده اليوم اللي هو قانون مكافحة الإرهاب، وكان لازم الأول القانون الأولاني ده عشان أحدد مين الكيان أو الجماعة الإرهابية اللي ينطبق عليها تطبيق القانون الثاني اللي هو قانون الإرهاب، وأظنهم يعني الحقيقة عقب عرضهم على المجلس البرلماني قد يكون من المستحسن أن يضم إلى قانون واحد، لأن هم شقين بيكملوا بعض. وكثير من المواد متداخلة، ومن المواد قانون الإرهاب يشير إلى قانون الكيانات الإرهابية، فأظن أن لابد أن يراعى أن القانونين يكونوا قانون واحد، قانون رئيسي متخصص، وهو بالفعل متخصص. أنا شفت الحقيقة أن هو أولا لأول مرة نجد يعني دخول تشريعي على سد الفجوات اللي احنا كنا، يمكن حضرتك أشرتي في المقدمة طوال الوقت في العامين الماضيين كنا بنشتكي جدا من هناك فجوات تشريعية، فجوات في الوقت، فجوات في الدوائر المخصصة لمكافحة أو لمحاسبة بقى المجموعات الإرهابية قانونا، وفجوات أيضا في إجراءات التقاضي، فجوات في عدم الإمكانية القانونية للتعامل مع بعض هوامش العمليات الإرهابية. الحقيقة جه القانون دوت شامل وكامل ان هو تعامل مع كل ما يمكن تصوره او توقعه حتى في المستقبل من خلال تشريعات قانونيه بدات تتعامل معه لاول مره. يعني احنا قدام تشريعات قانونيه حديثه، وصفه الحداثه الحقيقه يعني تجعل هذا القانون شيء مميز جدا. طب القانون ده يساعد راجل الشرطه ازاي اللي بيشتغل في مواجهه الارهاب في اداء عمله؟ يساعده في ان هو اولا يفتح له مجالات للملاحقات كثيرة ومتنوعة لم تكن أمام رجل الشرطة، إن هو أولا تحدث عن التمويل بشكل مستفيض واداله مساحة كبيرة في أكثر من مادة، تحدث حوالين حاجات زي ما بقول لحضرتك حاجات مستقبلية، يعني وهو بيوصف العمل الإرهابي بيقول كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، هو كان بيتحدث عن الاستخدام المسلح، لكن هو راح مطورها بقى الى حاجات يمكن جديدة لاول مرة بتخش قوانيننا. اتكلم على الاتصالات، انه اذا كان من شأنه الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية او بالنظم المالية او البنكية او بالاقتصاد الوطني، مخزون الطاقة، مخزون الامني من السلع والمواد الغذائية والمياه، او بسلامتها او بالخدمات الطبيه في الكوارث والازمات. دخلنا كمان في الاعمال التخريبيه اللي بتحصل بالظبط على المؤسسات الحكوميه او جهات مدنيه. انا شايف الحقيقه الجزئيه دي تحديدا جزئيه متطوره جدا تشريعيا، الحقيقه هي بتتعاطى مع متغيرات العصر، ما بتقفش جامده. يعني كان معظم شكاوانا فيما سبق ان قانوننا حصل عليه، يعني حصل في الحياه تغيرات كتير جدا، اصبحت النهارده قوانين متاخره عن الحدث اللي احنا بنتكلم عليه موديل 2015. الارهاب النهاردة بيحدث نفسه وبيطور نفسه بسرعة غير عادية. لو ما كناش احنا عندنا تطوير امني في المواجهة وايضا تطوير تشريعي،
زي اللي احنا قدامه النهارده هنبقى احنا متاخرين خطوات. محدش يقول كده، لا، يقول ان احنا بالفعل نكون عندنا تشريعات بهذا المستوى، تشريعات بتستشرف ان النهارده ممكن ما يبقاش هدف الارهاب بكره انه يقتل رجل الامن او رجل القوات المسلحه او الجندي اللي موجود على الحدود، لا، ممكن يخش يعمل هجمات ارهابيه في النظم المعلوماتيه، في استهداف مخزون سلعي مهم استراتيجي. ولذلك حتى هو اشار بانه المخزون الامني من السلع والمواد الغذائيه والمياه، يعني يبتدي يعني يستشرف ان ممكن الارهاب يصل بالتطوير ان هو يخش على اهداف استراتيجيه للدوله، بعيدا عن مساله القتل او زرع عبوه او هذه النقط الحقيقه الحديثه هي نقط مميزه. طيب. نقط تجعلنا نقول ان القانون بالفعل كان شاملا، جه لبى طموحات كتير عندنا. طيب خلينا نوسع دائرة الحوار أكتر ونفهم برضو كل التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بهذه المسألة مع سيادة المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا، هينضم لنا وقت الفاصل دلوقتي. يمكن طبعا الزحمة واللي حصل على الدائري والمحور عطله، فإن شاء الله يكون موجود معانا ونسمع منه رأيه في القانون ويساعدنا أكتر على فهم. برحب بحضراتكم معانا مره تانية، بجدد تحيتي لسياده العميد خالد عكاشه مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه، وسياده اللواء سلامه الجهري قائد وحده مكافحه الارهاب بالمخابرات الحربيه سابقا، وانضم لنا في الحوار سياده المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمه امن الدوله العليا سابقا. مساء الخير يا معالي المستشار. اهلا وسهلا. يمكن احنا في الجزء اللي فات قبل حضرتك تشرفنا يا فندم كنا يعني بنلقي نظرة عامة كده على القانون، أهميته وتوقيته وبعض المواد اللي بنتوقف أمامها وإنها تدي فرصة أكبر للدولة لمواجهة الإرهاب. أسمع رأي حضرتك. أولا يجب إن احنا نبص للقانون بنظرة موضوعية، نشوف ما هو المستحدث فيه، وهل الاستحداث ده استحداث وليد ظرف او بقصد الاضرار بمركز قانوني لاحد المواطنين، يبقى احنا من حق اي واحد يبتدي يناهض في هذا القانون. انما بالنظرة السريعة والوهلة الاولى ان هذا القانون فيما حواه من مواد ما هي الا مواد موجودة في القوانين المصرية السابقة على صدوره، ولكن صدرت في سنوات منذ زمن بعيد ماضي، فأصبحت لا تتفق وظروف الحياة، فكان يجب الوقت بنعيد النظر في كافة التشريعات المصرية، فكان يجب إعادة صياغة بعض المواد بذات العقوبات أو بتغليصها أو بزيادة المجال الانطباق بتاعها لتتفق وطبيعة الجريمة، لأن الجريمة كما تعلمناها وكما عرفت فهي بتتطور بتطور التاريخ وتطور الفكر وتطور أسلوب الجريمة وطبيعة الجريمة. بدينا بداية من الجريمة جريمة النفس فقط، ثم أصبحت جريمة نفس وجريمة مال، ثم أصبحت جريمة نفس مقترن بمال، ثم أصبحت الجرائم الاقتصادية، ثم جرائم الإلكترونية، ثم الجرائم بتاع التكنولوجيا المعلومات. ففي هناك تطور في الجريمة، فكان يجب أن يكون هناك تشريع يتفق وتطور الجريمة. يبقى أنا بتطور في الجريمة بتطور. إذا نظرنا للقانون دوت هنلاقيه اشتغل. نبتدي نتكلم إيه هو القانون في أحواه ككل. القانون أول ما جه عرف بعض التعريفات، قال لك إيه هو الإرهاب؟ وإيه الجماعة الإرهابية؟ وإيه هو رأس المال الإرهابي؟ وإيه هي الجريمة الأسلحة؟ وإيه طبيعة الأسلحة والأموال والكلام ده؟ ثم حصر إيه هي الجمعيات الإرهابية؟ ثم إيه هي الجريمة الإرهابية؟ ثم إيه هو المجرم الإرهابي؟
سواء شخص طبيعي او شخص اعتباري. لو جينا نظرنا الى ثم انصل بعد كده الى العقوبة على كل نوعية من الجرائم حتى تمتد مظلة القانون ها لتشمل الجريمة المتطورة اللي احنا قلناها. الكلام ده موجود فين؟ قانون العقوبات المصري صادر في سنة 31. تمام. لو واحد كده جه قري قرأ بدراسة بسيطة الباب الثاني ابتداء من المادة 77 من قانون العقوبات وحد مادة 96 اللي هي خاصة بجرائم أمن الدولة من الداخل والخارج هيلاقيها هي مواد قانون الإرهاب، ولكن هذه المواد أنشأت لجرائم كان السنة 31. اللي ورد في القانون الجديد هو تطور الجريمة، يعني بدل ما كان بيقول له والله قتل نفس او اضرار بمركز قال له والله قتل نفس واضرار بمركز والاضرار بالاقتصاد والاغتصاب بالمراكز المالية والاغتصاب بتكنولوجيا المعلومات والاغتصاب بالجريمة الالكترونية، دخل حاجة اسمها جريمة الانترنت، دخل الاعتداء، دخل ما هو الا عملية شمول للجريمة وتنظيم لطبيعة الحريات. يعني لما جم قالوا والله ان هذا القانون يجهد الصحفي وقيد على الاعلام وقيد على الصحفيين فيما اكهله بان هو بيكلفه غرامه ماليه كبيره، هو كان 200,000، هو كان الاول في عقوبه الحبس ثم تم رفع قضيه الحبس. ده هذا يتفق مع الدستور المصري، الدستور المصري اعطى للشخص حريته، اما جه صدر هذا القانون لا يقيد حريه انما هو ينظم استعمال الحريه. يعني ايه ينظم؟ القائمين على تنفيذ هذا القانون والكلام او الانتقاد وكنت بناقش فيه سياده العميد سياده اللواء انه اطلق ايديهم، لا فندم، فده هيصطدم مع حريه المواطن او التعسف بعد اذن حضرتك. مفيش اطلاق لحريه المواطن، احنا نقول والله لو في نص يخالف قانون هذا اطلاق، انما لو هناك نص مستقر العمل به منذ سنوات ولكن صدر هذا القانون ليفسره ويوضحه ويجسمه ويسهل اجراءه يبقى انا بقول متشكر يا حكومه. يعني كان قبل كده لما يجي الضابط بيتابع مجرم ثم يتتبعه ويطلق عليه النار في الهواء ثم في القدم ثم يرفع شويه ثم يقتله في الاخر دوت، ما كان بيقول لك ده جاجل. لما يجي ضابط كان بيخش بيدافع ويتضرب عليه نار ويضرب هو نار، القانون اجاز له هذا في حالتين. حاله بصفه ضابط الشرطه ووفقا لاجراءات تتبع المجرم، وحاله وفقا لقانون العقوبات في حاجه اسمها حق الدفاع الشرعي وتجاوز الدفاع الشرعي. الضابط سواء كان ضابطا او شخص عادي او ضابط جيش في حاله مداهمه للمجرم هو يحافظ عليا يدافع عني لان هو شرعيته في ان هو بيدافع عني. لما يجي حد يتعدى عليه ها له الحق الدفاع الشرعي عني. مفهوم، وضحت الفكره. فاهمين طيب. حضرتك ازاي؟ أنا بتكلم دلوقتي علشان كافه المنظمات الدوليه اللي ماسكه القانون دوت اللي هو يمثل حريه للسياده المصريه في محاوله للنيل من اسلوبها في اداره الدوله، بقول لهم احنا ما اخترعناش، مصر في اصدارها لهذا القانون لم تاتي ببدعه، وانما هذه المواد صادره في قوانين سابقه وابسطها قانون العقوبات. تمام. تناول هذه القضيه. مفيش غير. طيب طبعا سياده العميد ليك تعليق على موضوع رجال الشرطه، لكن سياده اللواء الجزئيه المتعلقه بقى بالماده اللي هي 35 بتاعت الصحافه والاعلام والكلام. تمام. برضو مرة تانية في تخوف وانه صح قللنا او غيرنا العقوبة من الحبس للغرامة، لكن ايدت الصحفي، الصحفيين متضايقين من الحكاية دي، يقول لك انا ليه ارجع وفقا للمادة القانون لوزارة الدفاع؟ قالوا ده حتى ما قلتوش جهات معنية، فقط وزارة الدفاع، انت كده بتصادر عليا وعلى اجتهادي في الحصول على المعلومة. بص حضرتك احنا دلوقتي كلنا متفقين ان احنا في حرب وان في النهارده خطوره على الامن القومي بتاع البلد، ولازم كلنا نتكاتف لدرء هذا الخطر، واحنا مستهدفين من قوه كثير، قوه اجنبيه وقوه محيطه بينا
ومفيش اي شك عندنا ولا عند رجل الشارع ولا المواطن العادي. النهارده القانون يعني ما حدش من حريه الصحفي، قانون حضرتك قال ان هو اذا 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 ايه حضرتك اذا اذاع او نشر اخبار متعمدا، يعني هو في القانون بيتقال متعمدا قال حاجات غير مخالفه للواقع، وان المفروض قبل ما ينشر الكلام ده في عندنا دلوقتي المنظومه متكامله، في حاجه موجود المتحدث العسكري موجود. ازاي اعرف ده متعمد او كان بحسن نيه يعني؟ ما هو متعمد حضرتك، يبقى هو متعمد طالما ان في عند المتحدث العسكري بينشر بيانات معينه وانت تعمدت ان تجيب وانت بتجيب مخالفه او بتجيبها من وكالات زي ما حصل في الحادثه الاخيره ان اتنشرت حاجات وما استناش في متحدث عسكري. في عندنا حضرتك اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه، في هناك المراسلين العسكريين بالكامل عندنا المصريين، وبيتعاملوا مع إدارة الشؤون المعنوية معتمدين هناك، وبيتم اجتماعات دورية في إدارة الشؤون المعنوية وعلى اتصال دائم بإدارة الشؤون المعنوية والمركز الإعلامي بتاع إدارة الشؤون المعنوية والقوات المسلحة متواجدين، في المركز الإعلامي بتاع وزارة الداخلية موجود، في المتحدث العسكري بيصدر بيانات. هو فما جيش النهارده صحفي، حضرتك النهارده احنا مطلقين حرية الصحافة، وإذا كانش كده ما كناش طلعنا هذا القانون لو هي زي على قديمه، وكانت الصحافة زي زمان وإن لازم بتعد على الرقيب والكلام ده كله، ولكن نتيجة القانون ده بيشير إن في حرية صحافة فعلا موجودة وفي نقد، بس يبقى النقد بناء ما يمسش الأمن القومي بتاع البلد أو يعمل بلبلة في البلد أو يحاول النهاردة إن ينزل روح معنوية، وبعدين النهارده خلاص يعني بقت غرامه، والغرامه متضمن معاه اللي هي المؤسسه الصحفيه بتاعته او الرئيس بتاعه او مدير التحرير بتاعه، اصبح متضمن معاه في الغرامه اللي هي من 200 لما تتعداش 500,000 جنيه. سياده العميد، الجزئيه المتعلقه بالقائمين على تنفيذ هذا القانون، رجال الشرطه والجيش والقوه، ويعني عدم خضوعهم للمساءله. بالظبط، النقطه دي بقى اتقال لك ساعتها غير بس حتة انه ده حق الدفاع عن النفس والكلام ده، انت كده بتوسع دايرة مواجهتك مع عنصر ممكن انت تقولي ولا انا مشتبه ان هو ارهابي وفي الاخر يطلع مواطن عادي، فانت يعني انتهكت حق المواطن في وحريته برضه، وفي شبهة عدم دستورية، وفي ناس بتتكلم على كده دلوقتي بينتقدوا القانون. يعني اول جزئية الحقيقة نقولها ان اولا هذا الحق ذكر في قانون مكافحة الارهاب، يعني مقتصر فقط لا غير حق عدم الملاحقة قانونيا لأفراد الأمن، ضباط أو قوات المسلحة أو ما هو في حكمهم، ده قاصر على المواجهات الإرهابية. وهو يمكن تعامل مع هذا النص في مكافحة الإرهاب على اعتبار أولا إن هو إن كان ضابط قوات مسلحة أو ضابط وزارة الداخلية فمتوقع وهو يتعامل مع الإرهاب أنه يدخل إلى أماكن مسلحة وملغمة ومفخخة وأشخاص يرتدوا أحزمة ناسفة، يعني بس حصرها في التعامل مع الإرهاب. لكن كل الحقوق القانونية في مقابل هؤلاء في كل الجرائم الأخرى الجنائية وغيرها لا زال حتى اللحظة هم خاضعين للقانون ويخضعوا للمساءلة القانونية. يعني مسألة عدم الملاحقة مقتصرة فقط على الجرائم الإرهابية، الفرضية اللي حضرتك بتذكريها اللي هي أن أنا ممكن كرجل أمن أتوسع أو أتعسف في استخدام هذا الحق وأدعي بأنني قد شكيت في هذا الشخص أو في هذا المكان بأنه بيدار للأعمال الإرهابية، لا، الموضوع بجدية أكبر من كده. لو ثبت عدم كون هذا الشخص أو المكان أو هذا النشاط إرهابي يبقى الموضوع قضية جنائية عادية أو قضية لا علاقة لها. يسأل بقى هذا الضابط المؤسسة استخدام هذا الحق بالطرق القانونية العادية تماما، لكن هو بيتحدث عن شخص في الميدان، شخص بيتعامل مع بؤرة إرهابية، تفاصيل الهجوم والمداهمة والملاحقة. هو النص ده اللي كان محتاجه الشرطة بس، بيتهيألي الجيش لا القوات المسلحة صريحة، القوات المسلحة حضرتك، لأن القوات المسلحة ما بتحد الإرهاب على الحدود، عندنا منطقة شرقية، عندنا في سيناء، في العريش، عندنا في المنطقة الغربية، بس حرب يعني. أنا بقول الجيش ده حرب، يعني حد جاي عليا أنا مشتبه شفت إرهابي من بعيد هضرب عليه نار، مش هستنى إن هو يضرب عليا وحياتي في خطر، صح ولا لا؟ بص حضرتك لما إحنا بنقول هم اتنين في واحد، النهاردة الجيش والشرطة كيان واحد على الحدود، الاتنين مشتركين ومتواجدين على الحدود، فمش هقدر ساعتها هفصل، هم الاثنين مشتركين في مكافحة العمليات مشتركة ما بينهم، العمليات مشتركة علشان يبقى برضه ياخدوا نفس الحق. وبعدين حضرتك القانون ده يمكن من أول مرة من وجهة نظري بعد إذن السلامة خالد، يمكن إدى حق بتوع الشرطة النهاردة إن أمن عليه
وكانت جميله جدا ان يبقى جزء من التامين من الحاجات اللي احنا متحافظين عليها بتاع الجامعات الارهابيه ان رئيس الوزراء يجوز ياخد جزء من الفلوس المصادره تبقى جزء من التعويضات اللي بتتاخد للناس دي اللي هي بتموت أو العجز الكلي او العجز الجزئي. دي تعويضات دي طبعا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده فدي طبعا طيب. ارجع برضو لجزئيه تانية يا سياده المستشار المتعلقه مره تانية، كنا بنشتكي طول فتره المحاكمات، هنا القانون بيتكلم على دوائر تشكل ومجلس القضاء الاعلى كان ليه بعض الملاحظات عن كيفيه تشكيل هذه الدوائر وعن درجات الطعن في التقاضي. اسمحي لي قبل ما نتكلم في الحته ديت استكمل حديث بالنسبه الحته اللي كان بيتكلم فيها اللي هو سلامه بتاعه جريمه الصحفيين. الماده 35 ما اشترطتش العمد. ما اشترطتش ايه؟ العمد. العمد اللي احنا بنقول اعرف منين ان هو عامد ولا لا. هي اشترطت ان يقوم بنشر خبر خاطئ. لا فيها متعمدا. لا يا فندم الماده اهي 35. يا فندم لا ما فيهاش متعمدا يعاقب بغرامه لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه. لا يا فندم هي كل من تعمد باي وسيله كانت نشر او اذاعه او كل من تعمد يا فندم يعاقب بغرامه لا تقل عن 200 ألف ولا تتجاوز 500. كل من تعمد باي وسيله كانت نشر او اذاعه او عرض او ترويج اخبار او بيانات غير حقيقيه عن اعمال ارهابيه وقعت داخل البلاد او عن العمليات المرتبطه بمصلحتها بما نكمل الماده عشان نبقى معانا في الصوره بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. تمام. احنا هنا بنتكلم بقى من الشق القانوني. القانون عمل حاجتين، في قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص. في هذه المادة لما قال التعمد هو اشترط القصد الجنائي العام. ان هو علمه بهذا ان الخبر ده غير صحيح ونشره ما اشترطش بيه الاضرار اللي هو قصد الجنائي الخاص. قال له والله اذا كان عارف ان ده خبر غلط يظهر او ان هو عارف ان الخبر خطا ولم تتاكد من صحته. بتهيألي القانون ما فيهوش حسن النيه. لا يعني القانون بعد اذن حضرتك يعني في الجريمه نيتك حلوه ولا وحشه ده انا مش هدخل في النوايا. الجريمه وفي علم الجريمه قسم قال لك الجريمه ايه هي؟ هي قصد وضرر وعلاقه سببيه. وجي قال القصد الجنائي دوت نوعين، في قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص. قصد جنائي خاص زي نيه القتل، اما بنيجي نضرب واحد بعربيه تفرق دوت بياخد جنحه وده جنائي ليه؟ ده ضربه بعربيه تعمد خطأ او بتعمد ده هو ما كانش هنا في قصد جنائي خاص. واحد بيقول لك قتل عمدا السيد فلان الفلاني بأن أطلق عليه العيار الناري، يعني هو اتخذ من الإجراءات القانونية جواه وتكون عنده الفعل الإجرامي إن هو عايز يقتل. أستاذ المستشار هو طالما ما رجعش لمصدر المعلومة يبقى هو تعمد. لا عايز أقول لك هو تعمد، هو طالما ما رجعش لمصدر المعلومة. أنا عايز أقول لك يبقى هو تعمد. قلت فيها تعمد قصد جنائي خاص يبقى ما كانش تاخد غرامة. ليه تبقى بقت جناية؟ فاهمني؟ تنطبق عليها مواد تانية. يعني فيها ايقاف كمان سيادتك؟ لا ما انا عايز اقول عشان كده انا بعملها ايه؟ انا بديها عقوبه الجنحه. اما اذا ثبت في هذا الصحفي القصد الجنائي الخاص هيندرج تحت المواد السابقه اللي فيها نيه الاضرار بالدوله. بترويج الاخبار الكاذبه. فاهمني ازاي؟ نية الاضراب لانه مشارك في العمليه الارهابيه. ايوه يبقى انا فرقت ما بين نوعين من الصحفيين. اتفضل يا سياده اللواء. سيادتك بص ما احنا بنتكلم النهارده الدوله عشان ان في تعمد مش تعمد. جميع مؤسسات الدوله فيها هناك من ينتمي لجماعه الارهابيه، هناك من من هذه المؤسسه من ينتمي، هناك في المحليات من ينتمي، هناك في الكهرباء من ينتمي. إذا هذا حضرتك الوازع اللي عنده أو العقيدة اللي عنده إن هو يبقى متعمد إنه ينشر أخطاء أو ينشر أخبار هو ستلاقي بيقول لك يعني ما دام البيانات متاحة وموجودة والمعلومات على صفحة الاتحاد العسكري ليه أجيب حاجة تانية مختلفة؟ ولا سيادتك مش معايا إن في عناصر موجودة فاسدة وبتنتمي لجماعتهم موجودة وما زالت عايز إذن حضرتك وخاصة في المحليات وفي خلاف وخلاف موجودين. لا أنا عايز أقول لك في ناس هتتعمد حضرتك إنها تنشر أخبار كاذبة.
هذا التعمد في فرق بين ان انا بتعمد نشر خبر وان انا جات لي معلومه زي ما بيقول ورد لنا عن احد الاشخاص كذا، فاهمني؟ يبقى مش هو اللي نشر، هو وسيط في النشر، او هو قد تلقى معلومه. يقول حضرتك وردت معلومات غير مؤكده زي ما احنا اتعلمنا، وردت معلومات غير مؤكده. عشان كده هو اما جم يعملوا في صياغه القانون، اما جم تعرضوا للماده ديت، حبوا يفهموا الناس ان هناك صحفي من الممكن ان يقع في الخطا ليس بقصد، ولكن اذا ثبت انه مرتكب لهذه الجريمه طبق. لان انا لما تيجي في المواد في الاول يا استاذ اللي هو ها هتلاقيه اللي تعمد نشر اخبار وترويج و و و والكلام ده كله تضر لعقوبه السجن. طيب انا بتالي النقطه دي لا بتالي فانا هنا معالي المستشار النقطه دي غطيناها، معلش خاطر فاضل لنا 6 دقائق فعايزين يعني نستفيد ونستثمر من الوقت ونعدي على اكثر من ماده. الماده المتعلقه بالدواء هنا لما جه هنا القانون دوت استحدث 3 حاجات او 4 حاجات. ادى اذن النائب العام بكشف الحسابات، ادى اذن لوكيل النيابه في ان هو بياخد اختصاصات قاضي جناح مستأنف منعقدة في غرفة مشورة اللي هو تجديد الحبس حتى 6 أشهر. تمام. ها ثم أكثر من كده بعد الإحالة. ده كلها مواد مستحدثة. ده يا فندم ده اللي احنا بنقول بقى ايه الجديد اللي يتفق نتيجة الظروف. علشان ما حدش يأجل لنا الإذن بكشف حسابات عملاء، ما حدش يفكر عملية في عمل أنشأ حاجة جديدة اسمها التحفظ، ومدة التحفظ تقصر من الحبس الاحتياطي. ادى مواعيد للحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي بقى نهايته 6 شهور؟ لا يا فندم، ما هو القانون بيحددها لك من 6 شهور. لا هو بيجدد الحبس الاحتياطي، هو نص عليه بما يتجاوز 6 شهور يعني. هنا في الماده، لكن قبل كده كان في المساله فيها توسع. بس اداها لك لمين؟ لوكيل النيابه. فاهم ازاي؟ اللي هو بيحقق. تمام. جه علشان القضايا بقى خصص دوائر ها زي مدني وجهه خاصه دوائر متخصصه. معلش، هو مش كان في قرار سابق قبل كده بتخصيص دوائر؟ ايوه. والقضايا الارهاب بالمنظور امامها، هذه القضايا هذه الدعاوى تنظر امام هذه الدوائر المخصصه. يعني الدوائر المشكله وفقا او اللي هتشكل وفقا لهذا القانون هي ذات نفسها الدوائر الحاليه؟ هو احلها واكدها. طب درجات التقاضي والطعن انها على درجه واحده؟ لو او لو جنائي هيبقى طعن جنائي له حق النقض. لا، قضايا الارهاب عامه ما جنائي. يبقى ايه طعن؟ لا، هنا في قضايا جنح وقضايا جنايات. لا، ما بتكلم على القضايا الجنائيه. الجنايات هي له تنظر الى محكمه الجنايات وله حق الطعن بالنقض مره بس. وفقا لقانون دي تختصر بقى. لا يعني عمليا الكلام ده يختصر مده التقاضي قد ايه؟ بيختصر مده التقاضي يعني ممكن تخلص القضيه ما بين من اول ما تتحل ما تاخدش 3 أشهر وصل محكمه الجنايات، لانها دايره بقت عندها قضيتين 3 وبتسمع ومش مقيده بدور معين. بتفصل فيها، تفضل قاعده شغاله لغايه ما تفصل. طب معلش برضو في نقطه اخيره مع حضرتك، دلوقتي القانون ده هيطبق باثر رجعي ولا هيطبق يعني على القضايا المنظوره دلوقتي ولا على الجديد اللي هيحصل؟ انا وجهه نظرك الناس المتهمين اللي بيحاكموا دلوقتي. لا ايه؟ الجريمه اللي بيحاكموا بيها منصوص عليها في قانون تاني ثم نص عليها في القانون دوت. تمام. لو العقوبه اللي هنا اقل اللي في قانون الارهاب اقل من العقوبه اللي وارده في القوانين الاخرى هيطبق عليه القانون الاحسن في المنتهى. اذا لم تكن ايه القانون اذا كان الاصلح يبقى الابسط في العقوبه الاخف كده، الابسط العقوبه هتخف لصالح المتهم لصالح المتهم. اما في اجراءات الجنائيه بقى، في اجراءات مباشره الدعوه من حق المحكمه اللي بتنظر تحيله الى المحكمه الثانيه. تمام. قدامي دقيقتين. تمام حضرتك ازاي؟ خلاص تحيله المحكمه الثانيه. تمام يا معلم دقيقتين. فحضراتكم كل واحد دقيقه ويعني الكلمه الاخيره. اتفضل يا استاذ علي. اول حاجه او يعني من الحاجات المهمه اللي نقف قدامها مع القانون ان هو لاول مره بيذكر مساله تكفيف المنابع الماليه، الملاحقه الماليه وملاحقات التمويل الحقيقه مذكوره في القانون وتعطي لاجهزه الامن وللاجهزه القضائيه سلطات لتكفيف المنابع المالية بشكل كبير جدا، وده بشكل متميز وارد في نصوص القانون
ومديها افق يقدر الجهات القضائية تتعامل معها. تاني نقطة ودي برضو مهمة جدا ومستحدثة واول مرة تظهر في التشريعات عندنا ان هي بدأت تنص على الملاحقات الالكترونية. استخدام الفضاء الالكتروني وده اعتقد انه هاجس بيؤرق كل اجهزة الامن على مستوى العالم كله، ان الساحة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الانترنت اصبحت النهاردة الساحة الاخطر في نمو العمليات الارهابية من التجنيد والترويج و نشر الأخبار ونشر التنظيمات. كل ده الحقيقة كان القانون ما غفلش عنها واشتغل عليها وحتطلها النصوص اللي يجعل برضو للأجهزة الأمنية والقضائية القدرة على ملاحقة. النقطتين دول في منتهى الأهمية بجانب ان هو ذكر جزئية على من يقيمون خارج البلاد، يعني لو توفرت معلومات أمنية جادة وتأكدت قدام سلطات التحقيق بأن هناك أحد الأشخاص وده حاصل في وقتنا الراهن بيقيم خارج البلاد في احد الدول الاخرى ويدير منظمة ارهابية، يحق لدولة مصر وفق هذا القانون انها تبتدي تلاحقه على المستوى القانوني الدولي. سيادة اللواء، طبعا القانون حضرتك اللي طالع قانون لامم وشامل كل شيء، واحسن حاجة يعني اسعدتني فيه ان ده هيؤدي الى القضاء على الفساد اللي موجود، لانه شمل من تستر ومن اخفى ومن صنع ومن علم ولم يبلغ ولم كل دول موجودين، هم دول اساس الفساد اللي موجود دلوقتي في بعض الوزارات الموجود. فانا شايف ان القانون ده هيحد كثيرا جدا من العمليات الارهابيه ومن الفساد المتعمد اللي موجود في بعض الوزارات اللي موجود عندنا ومستشر وموجود. يمكن دي اخر لقاء كان رئيسها فتاح سيسي بالسيد رئيس هيئه الرقابه الاداريه ان محاربه الفساد، وانا اعتقد ان هذا القانون هيكون له باع كبير جدا في محاربة الفساد والقضاء عليه، خاصة في المحليات وفي وزارات الأوقاف وفي الكهرباء، وفي هناك كثير جدا من الوزارات ما زالوا متواجدين هذه العناصر الإرهابية. هذا القانون سيحد منهم وسيتم تقويمهم وبترهم تماما من داخل المجتمع المصري. اسمح لي أضيف حاجة لأن من متابعتنا تفضل، مهم الإرادة لتنفيذ الكلام ده ولتطبيق هذا القانون. المواد زي ما حضراتكم بتقولوا إنها مواد فعلا كفيلة بالقضاء على الإرهاب وبالفساد اللي موجود، لكن مهم التنفيذ ومن المهم فعلا تطبيق القانون ده. أنا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، بشكرك سيادة العميد سيادة اللواء سيادة المستشار شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم. بكرة بإذن الله يوم جديد في الحياة، اليوم نشوفكم على كل خير إن شاء الله.